اليوم نغتنمه وإياكم فرصة اللقاء رغم الظروف الطارئة. هذا اللقاء الذي نسعى من خلال تجديد الصف النضالي وتجديد روح النضال، لا سيما أننا على مشارف أبواب الاستحقاقات التشريعية والترابية والجهوية والغرف المهنية. أخواتي إخواني، إن المقصود بتجديد الصف النضالي لحزب حركة الديمقراطية الاجتماعية ليس معناه البحث عن أشخاص جدد فقط، بل المقصود منه إيجاد أشخاص من صفاتهم الصدق والتحلي بروح المسؤولية وانكران الذات وحب المنفعة العامة. وفي هذا السياق أذكركم بالحكمة التي وردت في خطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله حينما قال: فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات فأنتم المسؤولون عن تدهور حقوقكم وحقوق بلدكم. انتهى كلام صاحب جلالة. ولا أخفيكم أن هذه الرؤية السديدة ما فات أعضاء المكتب السياسي للحزب ينادون بها منذ سنين ويحثون عليها في كل لقاء. الحاضرين في هذه القاعة، كنبغي أولا نحييكم جميعا ونشكر في نفس الوقت سي زهواني اللي تاح لينا هاد الفرصة باش نتلاقاو مع هاد القبائل المناضلة، القبائل المخلصة، القبائل الوافية للثوابت ديال الأمة ولمقدسات البلاد. جينا عندكم اليوم أولا باش نتواصلوا معكم، ماشي فقط لأننا كنحضروا الانتخابات، حنا كمغاربة ننتمي إلى هذا الوطن ونحب بلدنا ومقدساته. جينا نشوفكم أولا لأن عندكم تاريخ، ثم هذه القبائل ديال بني مسكين في التضحية، في المقاومة، في العمل الجاد، في السلوك، وهذا شيء كل شيء كنفتخروا به حنا كمغاربة. لابد في هذا النهار السعيد اللي حنا كنتلاقاو به في هذه القبائل ديال بني مسكين، اللي جينا نتلاقاو معكم في هذا اللقاء المبارك بمبادرة السي مصطفى الزهواني نائب البرلمان ديالنا، كنشكروه كذلك على هذه المبادرة. حقيقة حنا على بعد ثلاث أشهر من استحقاقات ومن انتخابات، وجميع الأحزاب اليوم كتقوم بزيارة ميدانية للأقاليم، فحزب كذلك الحركة الديمقراطية الاجتماعية ديال اليوم كيقوم بزيارة ميدانية إقليم سطات وبالذات البروج عاصمة قبائل بني مسكين، وهذا شرف لي أنا كأمين عام للحركة الديمقراطية الاجتماعية على أنني لأول مرة كنزور هذه المنطقة، باش ما نكذبش عليكم ولا نخزن عليكم، أول مرة كنوصل البروج وأول مرة كنلتقي مع هذه الوجوه الطيبة وهذه الوجوه ديال الخير هنا. فراه المغرب الحقيقي هو هذا اللي حنا فيه، وما نتوما اللي مازال شوية الكلمة ومازال الكرامة ومازال النفخة. بغينا نحيو هذا الشيء، بغينا أننا المغرب ديال الستينات والسبعينات اللي كنا كنفتخروا بجدودنا وأبائنا على القيام اللي كانوا عايشين فيها، بغينا نعاود نحيو هذا الشيء. ولكن خصنا نديرو واحد الوقفة ديال التأمل، خصنا نقولوا علاش هذا الشيء ما خدامش، خصنا نوضعوا يعني بعد نطرحوا بعض التساؤلات، نعرفوا اش اللي ما مشيش بلادنا. لان نقول لكم واحد القضيه، دابا حنا باقي 3 شهور انتخابات، وغيجي نهار 8 سبتمبر وغتمشيو لسنه الاقتراع وغتصوتوا،
وراه هذيك اللحظه ديال جوج دقائق ولا ثلاثه فيها كتدخل المعزل كدير الكروه كترجع كتلوحها فيها ست سنين المصير ديالك مع الوقت. هذيك ثلاثه ثواني ولا ثلاثه دقائق نقولوا ثلاثه دقائق. وهذا الشيء كله كينسجم بطبيعه الحال في التوجه ديال صاحب الجلاله. صاحب الجلاله دائما في الخطاب ديالو كيركز وكياكد على اننا نختاروا اناس اللي يكونوا يعني كيستاهلوا الثقه والمسؤوليه، ونختاروا ناس اللي يكونوا في الاستماع ديال الهموم ديال المواطنين، وناس اللي يكونوا دائما حاضرين وقراب من الناخبين ديالهم. هذا راه مساله مطروحه خصنا لابد اننا نعرفوا نختاروا الناس اللي غادي يتكلفوا بالتدبير ديال الشان المحلي ولا الوطني ديالنا. فاليوم الاختيار تم على سي مصطفى الزواني بالنسبه لاقليم سطات، وكنعتقد على انه اختيار صائب وفي المستوى. في هذا اليوم هو يوم مهم جدا، هو محطه هامه بالنسبه للنخلة انها تخترق قلب بني مسكين، بني مسكين اللي هي جزء من قبائل الشاويه اللي هما من بني هلال اللي جاوا المغرب في القرن 15. فكنشكركم على هذه الاستضافه. احنا في حزب النخلة هو كما قال السيد الامين العام هو حزب ما فيه واسطه، ما فيهش واسطه، يعني نتواصل مع القياده كاننا في اسره واحده.